قدم مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بن عمر اليوم لرئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي صيغة التوافق التي أجمعت عليها يوم أمس كافة المكونات والأحزاب السياسية، والتي نصت على تفويض الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفقا للمعايير المتفق عليها في وثيقة السلم والشراكة الوطنية. جاء ذلك لدى استقبال رئيس الجمهورية للمبعوث الأممي ورئيس الوزراء المكلف خالد محفوظ بحاح، والذي ناقش معهما مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتطورات التي تشهدها البلاد خاصة على صعيد تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية. وفي اللقاء أشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي بذلها المبعوث الأممي للوصول إلى هذه الصيغة، مشيرا إلى أن من أولويات ومهام الحكومة الجديدة العمل على تنفيذ البرامج الاقتصادية والتنموية وتطبيع الأوضاع الأمنية وفقا لاتفاق السلم والشراكة الوطنية المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة. ودعا الرئيس هادي الجميع إلى تجاوز الماضي بكل سلبياته وتعقيداته والنظر إلى الأمام من خلال العمل بروح الفريق الواحد للخروج بالوطن من الأزمة الراهنة.